اليوم نتحدث عن بعض الألعاب المخيفة والمرعبة. إذا مللت من الألعاب المعتادة التي تمارسها بشكل مستمر وأردت أن تجرب ألعاباً أخرى مختلفة وغريبة، فليس هناك أغرب من إثارة الأشباح والتلاعب معهم، لكن هذا الأمر مشروط بأن تملك قلباً حديدياً لا يخلو من حب المغامرة، لكنها المغامرة التي ربما تؤثر على سير حياتك. فهذه الألعاب ربما تنتهي نهايات مرعبة ومخيفة وبائسة، لا أحد يعرف حقيقة النهايات بشكل مؤكد، لكن ما الذي سيحدث إن جربت تلك الألعاب ووجدتها حقيقة؟ لا بد أن يأخذ هذا الأمر حيزاً من تفكيرك قبل الإقدام على هذه المغامرات المخيفة. نستعرض في هذا الفيديو خمساً من هذه الألعاب التي لا ننصح بتجربتها البتة. أولاً، لعبة المصعد إلى عالم آخر. لعبة كورية تقوم خلالها بتأدية بعض التعليمات التي تظهر لك، ومن بينها أن تبحث عن مبنى مكون من 10 طوابق لها مصعد. أول ما تفعله أن تستدعي المصعد من أجل استخدامه، ثم اصعد به إلى الطابق الرابع، وعند توقفه لا تنزل منه بل توقف في مكانك، ثم انزل به مرة أخرى إلى الطابق الثاني ولا تنزل أيضا بل توقف، ثم اصعد به إلى الطابق السادس، ثم انزل إلى الطابق الثاني، ثم اصعد مرة أخرى إلى الطابق العاشر، ثم انزل إلى الطابق الخامس، وفي هذا الطابق ستجد فجأة فتاة جميلة أمامك تدخل المصعد معك، وعليك حينها أن تتجنب النظر إليها، وعند دخولها معك اضغط في المصعد على الطابق الأول، ستلاحظ فجأة أن المصعد لا ينزل بل يصعد بك إلى الطابق العاشر. في هذه اللحظة يكون لديك فرصة واحدة من أجل التراجع من خلال الضغط على أي زر في المصعد، وإن لم تتراجع ستجد نفسك عند وصولك إلى الطابق العاشر في عالم آخر، لا يمكنك الرجوع إلا إذا فعلت نفس الخطوات السابقة لكن بشكل عكسي. البعض يقول إنه لا يمكن الرجوع مرة أخرى لأن هذا يؤدي إلى تداخل في الاتجاهات، حتى إنه لا يمكنك أن تعود إلى المصعد أصلاً، لأنك كلما اقتربت منه ستجده يبتعد عنك بطريقة غريبة جداً، مما يصعب عملية العودة إلى حياتك الطبيعية مرة أخرى. ثانياً، لعبة الويجا. اشتهرت هذه اللعبة بأنها أشهر الألعاب الخارقة على مستوى العالم. تعرف هذه اللعبة التي قدمها تجارياً الأمريكي إيليا بوند، تعرف باسم لوح الروح أو لوح الحديث، ويعتقد أنها تنقل رسائل الأحياء إلى أرواح الأشخاص الميتة، وهو عبارة عن لوح مسطح مرسوم عليه كل الأحرف الأبجدية والأرقام من 0 إلى 9، وعبارتي نعم ولا وكلمتي مرحبا ووداعا مع رموز أخرى، كما يحتوي على مؤشر متحرك على شكل قلب صغير من الخشب مثقوب من المنتصف، يستخدم لنقل رسالة إلى الأرواح عبر هجاء الكلمات على اللوح، حيث يقوم المشاركون بوضع أصابعهم على المؤشر ويحركونه حسب الإجابات مع استلهام روحانيات وإلهامات من العالم الآخر. الكثير من الأشخاص الروحانيين يعتبرون هذه اللعبة بابًا بين عالمنا وبين العالم الآخر. ثالثًا، لعبة الشيطان والمرأة. لا يمكن أن تلعب هذه اللعبة إلا مرتين في العام، مرة يوم الكريسماس في 25 من ديسمبر، أو في يوم الجمعة العظيمة أو جمعة الآلام. تحتاج لتلعب هذه اللعبة إلى 12 شمعة ومرآة. عليك أولا أن تطفئ جميع الأنوار، ثم تنظر متأملا في المرآة، ومن دون أن تغلق عينيك عليك أن تنطق بلسانك كلمة الشيطان بالعربية أو ديفل بالإنجليزية لمدة 12 مرة، وخلال ثانيتين سيظهر لك وجه الشيطان. أنسب وقت لممارسة هذه اللعبة في هذين اليومين هو في 3 صباحا، لأن البعض يزعم أن قوى الظلام في هذا الوقت تكون في قمة نشاطها. من الملاحظ أنك إذا بحثت عن هذه اللعبة على شبكة الإنترنت لن تجد الكثير من المعلومات عنها، لأن الكثير من الأشخاص ممن قاموا بتجربتها تحولوا بحسب شهادة ذويهم إلى أشخاص آخرين، وكأن شيئا قد أثر سلبا على شخصياتهم. رابعا، داروما سان، وهو اسم فتاة يابانية وقعت في حمام منزلها ليلا وماتت بعد اصطدام رأسها بالأرض.
إذا أردت تجربة هذا الأمر، عليك أن تطفئ أنوار بيتك بعد منتصف الليل، وتذهب لتأخذ حماماً بعد أن تملأه بماء بارد، ثم استلقي فيه وأغمض عينيك وردد اسم داروما لمدة 3 مرات. عندها ستشعر أن شخصاً ما قد اقترب منك ووضع يده على جسمك، أو ستجده خلفك مباشرة. هذا هو شبح داروما. بعدها عليك أن تقوم بحذر شديد من البانيو حتى لا يؤذيك هذا الشبح الذي قمت بتحضيره، ويجعل مصيرك كمصيره. وسيلازمك شبح هذه الفتاة طوال هذا اليوم الذي قمت فيه بإجراء هذه التجربة. ولو التفت سريعا يمكنك أن تراه خلفك. عندها عليك أن تثبت ناظريك عليه، وسيلازمك هذا الرعب إلى أن تقول كلمة تومادا تومادا، بمعنى توقفي توقفي باللغة اليابانية. ثم اذهب بعدها مباشرة إلى الحمام الذي حضرت فيه هذا الشبح وقل جيتا جيتا، بمعنى اذهبي اذهبي باليابانية، حتى تتأكد من انصراف روحها. ويجب التنبيه أنك إن لم تنهي هذه اللعبة بطريقة صحيحة، أو لم تنهيها قبل منتصف ليل يومك، سيلازمك شبح داروما طوال حياتك، وستعيش معها في رعب دائم. خامساً، لعبة منتصف الليل. في هذه اللعبة تحتاج إلى شمعة وملح وكبريت ونقطة من دمك، ثم اكتب اسمك على الورقة كاملا وضع قطرة دمك عليها، ثم اتركها حتى تمتصها الورقة تماما، ثم ضع الورقة أمام مدخل البيت وعليها الشمعة، ثم اطرق على الباب 12 طرقة بحيث تكون آخر طرقة متزامنة تماما مع منتصف الليل، ثم افتح الباب واطفئ الشمعة. هذا يعني أنك سمحت لرجل منتصف الليل أن يدخل. بعد إغلاقك الباب أنر الشمعة مرة أخرى وتجول بنورها في منزلك. حاول أن تبحث عن رجل منتصف الليل. لاحظ أنه عند انطفاء الشمعة تلقائيا، فهذا يعني أن رجل منتصف الليل قد دخل إلى المنزل. حاول خلال 10 ثوان أن تضيء الشمعة مرة أخرى، وإن لم تستطع حاول أن تحيط نفسك بدائرة من الملح، وإلا سيصيبك رجل منتصف الليل بالرعب والهلوسة، وذلك حتى تمام الساعة 33 دقيقة، عندها تنتهي اللعبة. لكن عليك أن تحذر من إنارة أي ضوء آخر غير ضوء الشمعة، وكذلك احذر من أن تضع دمك على اسم شخص آخر، لأنه يقال أن كل هذه الأمور تستفز رجل منتصف الليل وأنت لا تعلم ماذا يمكنه أن يفعل.